أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في التأمين بحيث يصل إلى الصراخ، وهل هذا من السنة؟ الصلاة لا يصرخ فيها، لا يصرخ فيها، وإنما يقرأ الإنسان أو يؤمن بعد الفاتحة بصوت ليس فيه صراخ، ليس فيه صراخ. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صلاة هدوء سكينة وليست صراخا. نعم.